الكهرباء فهمنا ما في أمل، بس قليلوا على هالفواتير. إيه. عشرات الأدوار رسمتها الفنانة السورية القديرة هالة شوكت بريشة إبداعها خلال مسيرة فنية امتدت على مدار أكثر من نصف قرن من الزمن. أبصرت هالة شوكت النور في 18 من أذار في عام 1930. اكتشفها المخرج المصري عاطف سالم في عام 1958 وقدمها في فيلم موعد مع المجهول أمام الفنان العالمي الراحل عمر الشريف. انطلقت مسيرة هالة شوكت في الوسط الفني وبدأت عملها في المسرح السوري، وكان أول عرض لها العنب الحامض حيث لفتت الأنظار إلى موهبتها. عملت بعدها في العديد من المسرحيات، منها ترويض الشرسة، موت بائع جوال، الخجول في القصر، كاسك يا وطن مع الفنان الكبير دريد لحام. كما أدت في الإذاعة عدد من المسلسلات والبرامج الإذاعية، ولها في السينما 12 فيلم سينمائي سوري جزائري مصري، ولها في التلفزيون 100 السهرات والمسلسلات أبرزها الخوالي، الفصول الأربعة، أيام شامية، العبابيد، ليالي الصالحية. بعدين الآنسة كفاية، مو جاي تمتحنكم تسألكم تحط لكم علامات، كلها زيارة نص ساعة زمان. تنوعت أدوار الفنانة الكبيرة بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وبين الدراما الاجتماعية والكوميديا وأدوار البيئة الشامية التي طبعت بذاكرة محبيها. سلام واجبكم إلهي. تفضلي يا أختي منصر، تفضلي. يزيد فضلك يا رب. وين يقبر قلبي هاشم؟ مع أبو تقبريني. الله يسلمه ويجعله من طويلين الأعمار يا رب. في 28 من نيسان في عام 2007 توفيت هالة شوكت للسعادة للمسنين بدمشق التي دخلتها برغبتها، حيث قضت أيامها الأخيرة هناك.